وندخل في صلب الموضوع. يلا بينا. الوان الشتوي الموضه الشتا اللي جايه دي على طول اللي هي 2024 25 الرجالي والحريمي. طيب بصي في بدايه الكلام هو مفيش موضه بتاعت رجالي وحريمي ازاي بقى بالذات الالوان. خلينا بقى الالوان يعني اللي هي الالوان كلها بتنزل بس في الوان البنات بتلبسها ما ينفعش الرجاله يلبسوها مثلا بس انا بتكلم ان جنرال بس انتوا كسرتوا القاعده يعني القاعده الفاشن ديزاينر ما عندهمش حدود يعني الفاشن ديزاينر ما فيش حدود بس هو في لون مكتسح جدا الشتا ده اللي هو التشير ريدي اللي هو اللون العنابي مكتسح النبيتي يعني يا جماعه كده لا الاغمق من النبيتي شويه العنابي درجه بالظبط هو نقعد بقى نقول العنابي اللي هو النبيتي درجه النبيتي العنابي ده منتشر وكمان تنسيقاته في الشتاء رهيبه. طب من النهايات بدات على طول في الشتاء ففي الشتاء دايما كان السنه اللي فاتت كان الكوتس هي تقريبا الترند يعني ستيل كمان ستيل معانا انا بتكلم على الخام بقى بتاعت الكوت نفسها يعني اوقات بنلاقي فار وشويه صوف الخامات بتختلف طبعا بس خلينا نكمل الالوان لان هو مش العنابي بس لان كمان معانا الاصفر الكناري الاصفر الكناري شتوي شتوي ده ترندي جدا وكمان في السواري بس خلينا لما بعدين معانا الابيض العاج 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 اللي هو سن الفيل لا مش الاوف وايت سن الفيل اللي هو اغمق من مدلوق عليه سنه نسكافيه بالظبط كده يعني وكمان معانا الموف البنفسجي الالوان دي كلها شتوي طبعا طبعا البنفسجي ومعانا كمان الالوان الترابيه كلها بقى معانا البني العسلي الزيتي يعني الالوان دي رهيبه الزيتي مكمل معانا الزيتي دايما يعني بس انا عايز اقول في حاجه بخصوص الالوان ان الناس لما تيجي تختار اللون تهتم كويس جدا ان اللون يكون لايق على بشرتها مش اي لون ترندي اجري عليه صح. لازم اللون يكون لايق على بشرتك يمشي ولا لا اللون بيأثر على البشره بطريقه رهيبه يعني انت ممكن يكون لون ترندي وجديد وشيك وكل حاجه بس تيجي تلبسه ما يليقش عليك خلاص انت رحت في حته تانيه خالص مش لايق على البشره بتاعتك رحت في حته تانيه من